ومشاهدينا ينضم معنا مباشرة الصحفي الفلسطيني أحمد ليلى عبر سكايب من بيروت. أهلا ومرحبا بك سيد أحمد. وقبل قليل أعلنت إسرائيل إكمال عملية اقتحام مستشفى الشفاء على الرغم من التحذيرات حول مصير المرضى والأطفال، فبماذا تفسرون إصرارها على استهداف المؤسسات الصحية؟ كان من الواضح منذ بداية العدوان على قطاع غزة أن الاحتلال يسعى إلى نصر ما، خصوصا وأن هذه الحرب وطوفان الأقصى كان مفاجئا ومزلزلا للاحتلال، فكانت ردة الفعل بطبيعة الحال البحث عن هدف كبير داخل قطاع غزة. وضع في بالدرجة الأولى القادة السياسيون لحركة حماس وفصائل المقاومة كهدف أساسي، ولكن بعد أسابيع من هذه الحرب تبين صعوبة ذلك وأنه لم يحقق أي شيء عسكري على قطاع غزة، وبالتالي بدأ البحث عن رمز ما داخل القطاع، وهذا الرمز تمثل بمستشفى الشفاء. مستشفى الشفاء كان التحريض عليه ليس في هذه الحرب وإنما على طوال السنين الماضية، بأن هذا المستشفى الذي يحمل رمزية كبيرة وهو أكبر مستشفى فلسطيني، تم الحديث مرارا وتكرارا أن هذا المستشفى يشكل مركز قيادة وسيطرة لكتاب القسام ولقادة حماس، وهذا الكذب الذي مورس طوال السنوات الماضية تبين اليوم أن هذا الكذب هو واقع موجود فعلا، أن لا شيء هناك سوى مستشفى، مرضى أطفال ونساء ونازحين داخل المستشفى، عشرات الآلاف متواجدون في ساحات، كانوا متواجدين داخل الساحات وأيضا داخل المستشفى ما يزال هناك بضعة آلاف داخل المستشفى، وهذا الأمر هو يدلل أن الاحتلال مفلس، وهذا الإفلاس تمثل باقتحام المستشفى بالدبابات وبالجنود والآليات للسيطرة عليه. حاول الجنود منذ فجر الأمس الدخول إلى المستشفى، أرسلوا تهديدات للطاقم الطبي بالخروج من المستشفى، للنازحين من الخروج، ولكن إصرار الطاقم الطبي والنازحين بعدم مغادرة المستشفى لأنهم يعلمون أن مغادرة المستشفى يعني احتلال المشفى بالكامل وتحويله إلى ثكنة عسكرية، وهو ما بدأ حاليا في الجانب الغربي من المستشفى وأيضا في باحة المسجد، في باحة المستشفى، بتحويله إلى نوع من الثكنة وساحة للاعتقال وأيضا قنص وقتل كل من يتواجد في محيط هذا المستشفى. نعم. طيب سيد أحمد، يعني إسرائيل تعلن يوميا بأن المستشفيات تستخدم لأغراض عسكرية، فكيف سيكون رد الفعل العالمي في حال ثبوت عدم صحة تلك الادعاءات، وتحديدا في مستشفى الشفاء؟ يعني يوميا ما تزعم إسرائيل بأن مستشفى الشفاء إذا ما كان بداخلها يعني أو يستخدم الفصائل الفلسطينية هناك أنفاق تحت المستشفى، فإذا ثبتت عدم صحة تلك الادعاءات كيف سيكون رد الفعل العالمي؟ بطبيعة الحال عندما شاهدنا الرواية الإسرائيلية والمسرحية التي حصلت في مستشفى الرنتيسي وتبين زيف كل الادعاءات الإسرائيلية، عندما حاول الناطق باسم الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي بالدخول إلى المستشفى وأشار إلى غرفة كهرباء وأيضا إلى قبو يستخدم للمصعد الخاص بالطوابق السفلية، كان هذا مضحك بالنسبة للجميع أن هذا الاحتلال يكذب ويبحث عن أي شيء. الأمر ذاته يتكرر الآن داخل مستشفى الشفاء، لا يوجد أي شيء، والتصريحات الإسرائيلية حتى اللحظة أنهم لم يجدوا أي شيء داخل المستشفى. كيف ستكون ردة الفعل الغربية؟ برأيي أن على الصعيد الرسمي لن يكون هناك أي رد فعل سوى من بعض الدول المساندة لفلسطين والتي ثبت لها خلال الأسابيع الماضية وحشية الاحتلال، مثل إسبانيا وبلجيكا والنرويج وبعض الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية. ولكن الولايات المتحدة ومعها ألمانيا ومعها دول أخرى ما زالت تمارس الكذب وما زالت تدعم الاحتلال في كذبه، لن نتوقع أي شيء. ولكن الذي المتغير الوحيد الذي ممكن أن يحصل أن المظاهرات على المستوى الشعبي في الولايات المتحدة وفي أوروبا ستضغط بشكل كبير على القادة السياسيين من أجل اتخاذ يعني قرارات صارمة تجاه إسرائيل لكي توقف هذه الحرب الإجرامية في قطاع غزة. وبالتالي أنا لا أعتقد أن من الممكن أن يتغير الموقف الرسمي، ولكن الموقف الشعبي سيكون ضغط بشكل كبير. إذا ما شاهدنا مظاهرات كما شاهدناها في السابق وبحجم أكبر، وربما قد يكون هناك بعض حالات العنف في بعض المناطق،
أنا برأيي هذا كفيل بتغيير الموقف الأوروبي، والأهم من الموقف الأوروبي أنا برأيي المواقف العربية. للأسف الموقف العربي إن لم يتغير لن يتغير الموقف الإسرائيلي، لأنه الموقف العربي حتى اللحظة هو متخاذل، وإذا ما كان هناك موقف عربي صارم إن كان من الأردن ومن مصر ومن المملكة العربية السعودية ومن باقي الدول، أنا برأيي من الممكن أن نشهد تغيير كبير على الساحة. نعم، ولكن سيد أحمد أنت ذكرت بأن يعني المظاهرات والتأييد الشعبي سيكون عامل ضغط أو ورقة ضغط على إسرائيل وعلى أمريكا من أجل إيقاف هذا العدوان، ولكن برأيك إذا ما كان هناك ضغط دولي، يعني هم لا يخضعون للضغط الدولي، فكيف سيكون للتظاهرات وللشعوب المؤيدة أو عفوا المعارضة لما يجري حاليا، كيف ستكون ورقة ضغط إذن على الرئاسات العليا؟ نعم، ورقة الضغط بدأت تبدو عندما نشاهد أن وزير يعني الخلافات بدأت داخل الإدارة الأمريكية، هناك أكثر من 30 شخص داخل إدارة الوزارة وزارة الخارجية الأمريكية ترسل يعني تضامنا وتقول أن ما يجري وأن طريقة تعامل الخارجية الأمريكية مع الملف الفلسطيني يعني سيء جدا، ويقوم بلينكن بإرسال رسائل للفريق العامل معه لتهدئتهم. هذا يدلل أن هناك شرخ بدأ يحصل، وهذا الشرخ لم يكن ليحصل لولا التظاهرات التي حصلت الكبيرة التي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية. لا. وكذلك الأمر في ألمانيا وفرنسا، الموقف الفرنسي تغير بعض الشيء في الأيام الماضية، وكان لا. نتيجة الضغط الشعبي، الجميع يخاف على مستقبله السياسي، لا أحد يعني من الممكن أن يكون بعيد عن سقوط في الانتخابات المقبلة، لذلك اليوم ماكرون يحسب حساب للانتخابات القادمة. نعم. أيضا المستشار الألماني كذلك الأمر، أيضا بايدن من المحتمل كذلك هو بطبيعة الحال خسر الكثير من شعبيته من الأصوات العربية ومن الأصوات المؤيدة لفلسطين، وبالتالي الأصوات الشعبية من الممكن أن تشكل حالة ضغط. اللهم إن كان يعني هؤلاء غير معنيين لا بانتخابات وغير معنيين بأي شيء، وهم ينفذون سياسة صهيونية بناء على مبادئ هم يعتقدون بها، وبالتالي بطبيعة الحال هنا نقول أنه لا توجد أخلاق ولا يوجد أي شيء ولا يوجد أي رادع، وبالتالي لن ننتظر أي شيء من هذه الحكومات ومن هذه الإدارات في الغرب. نعم، طيب سيد أحمد، اليوم الجيش الإسرائيلي يقول بأن عملية اقتحام مستشفى الشفاء دقيقة ومحددة الهدف، ألا يتناقض ذلك مع حجم الأضرار والعدد المرتفع للضحايا، وهم يقولون بأن حماية المدنيين في الدرجة الأولى، ولكن هناك اشتباكات عديدة وهناك إصابات عديدة في محيط المستشفى من قبل إسرائيل، يعني هي من قصفتهم في باحة مستشفى الشفاء تحديدا، فكيف لها أن تكون عملية دقيقة ومحددة إذن؟ نعم، هو سؤال مهم، ويعني يسلط الضوء بالفعل على ما يجري داخل مستشفى الشفاء. منذ بداية حصار مستشفى الشفاء وما قبل حصار مستشفى الشفاء تم استهداف الطوابق العلوية، تم استهداف الطاقة الشمسية، تم حصار المستشفى، منع الخروج والدخول، قنص كل من يدخل ويخرج إلى المستشفى، منع سيارات الإسعاف، إذن هو استهداف شامل وكبير للمستشفى. ما بعد ذلك تم استهداف الساحات والباحات واستشهد العديد من الأفراد ومن النازحين ومن الصحفيين داخل المستشفى، هذا يدلل أن العملية ليست موضوعية إنما هو استهداف شامل وكامل لهذا المستشفى، وهناك تطهير للمستشفى. أنا برأيي أن الاحتلال كان يسعى لتفجير المستشفى لتدميره بشكل كلي، ولكن الخوف الكبير والأعداد الكبيرة المتواجدة داخل المستشفى حالت دون ذلك. الخطة التالية كانت حسنا دعونا ندخل إلى المستشفى ونخرج كل من يتواجد داخل المستشفى، وبالتالي عندما يخرج الجميع ولا يكون هناك مستشفى في شمال القطاع ستنتهي الحياة فعليا داخل شمال قطاع غزة، وبالتالي سينزح كل من يسكن داخل شمال القطاع إلى جنوبه، وبالتالي تفريغ السكان، وهذا ما يريده الاحتلال. هناك أكثر من 500 إلى 600 ألف فلسطيني ما زالوا في شمال قطاع غزة، هذه معلومة يجب الجميع أن يعلمها، في جباليا هناك الكثير، في بيت حانون، في مخيم الشاطئ. إذن الاحتلال يسعى إلى إفراغ المستشفى واقتحامه بشكل كامل،
وحتى الآن يفشل بسبب صمود الأطباء وصمود الأهالي والنازحين. نعم. وإن شاء الله سيفشل في هذه الحملة. نعم، الصحفي الفلسطيني أحمد ليلى كنت معنا عبر سكايب من بيروت، شكرا جزيلا لك.